السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الأب في المنام، لو شفتي والدك أو باباك في المنام. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤية الأب في المنام للبنت العزباء: رؤية الفتاة لوالدها في المنام دليل على الاستقرار النفسي الذي تعيش بالفعل الفتاة في حياتها الواقعية. إذا رأت الفتاة والدها في المنام وكانت تمر بحالة نفسية سيئة، وكانت الرؤية بشارة على زوال همها وكربها. إذا رأت الفتاة في المنام إن أباها يطردها من البيت، كان معناه إنها ستحبس في المنزل. إذا شاهدت الفتاة في المنام إن أباها مات، دلالة على تعرضها للمذلة والهوان في حياتها. وأيضا تفسير رؤية الأب في المنام للمرأة المتزوجة: رؤية الأب للمرأة المتزوجة في المنام وهو فرح وسعيد، بشارة على خير وبركة سوف تنالها الإبنة بالفعل. إذا شاهدت المرأة في المنام الأب منزعج ويبكي، كان دلالة على عدم رضاها على تصرفاتها. في حالة رؤية الأب يضحك في الحلم، دلالة على رضاه عنها وعن تصرفاتها. طرد الأب في المنام لابنته المتزوجة دليل على غضبه بسبب قصورها في حق الزوج والأولاد، لذلك تعيد الرؤية تحذيرية للمرأة لتعود لصوابها. وأيضا تفسير رؤية الأب في المنام للمرأة الحامل: إذا رأت المرأة الحامل والدها في المنام، كان بشارة لها على يسر ولادتها، وأيضا إشارة للبركة والرزق الوفير الذي سيأتيها. في حالة رؤية المرأة الحامل والدها مريض، كان دليل على تعرض المرأة لعوقة صحية الفترة القادمة. وأيضا تفسير رؤية الأب في المنام للمرأة المطلقة: إذا رأت المرأة المطلقة والدها يقدم لها في المنام عطايا وهدايا كثيرة وهو يبكي، كان بشرى سرى لها بتحقيق كل ما تطمح إليه، وإنها سترزق البركة في الرزق. إذا قدم الأب الطعام اللذيذ الشهي لابنته المطلقة في المنام، كان دليل على تبدل حالها وإنها سوف تتزوج مرة أخرى وستتمتع بحياة زوجية مستقرة. وتفسير رؤية الأب في المنام للرجل: عندما يشاهد الرجل في المنام إن والده مريض، كان دلالة على تعرض الرائي للمرض والمعاناة في حياته. غضب الأب في المنام دليل واضح وصريح على عدم رضاه على نهج ابنه الذي يتبعه في الحياة الواقعية. وأيضا تفسير رؤية الأب في المنام للشاب: إذا رأى الشاب أباه في المنام يتملكه الغضب الشديد، كان دلالة على ارتكاب الشاب لفعل لا يرضى والده، وعليه أن يتراجع عن هذا العمل. إذا رأى الشاب في المنام إن والده يقوم بضربه، بشارة على مكافأة مادية سوف يحصل عليها بالفعل من والده. وتفسير رؤية عناق الأب الميت في المنام للعزباء: عندما مشاهدة الفتاة في المنام إن الأب يحضنها وهو سعيد، كان بشارة على إنها تسلك في الحياة طريقا رضا عنه. فسر المفسرين إن الرؤية للفتاة إشارة لطول عمرها، خاصا إذا كان العناق طويلا. وعناق الأب الميت في المنام للمرأة الحامل، فسر ابن الشياهين: رؤية العناق بين الأب الميت والابنة إشارة لوجود مشاكل في حياتها. رؤية المرأة المتزوجة إنها تعانق الأب ثم تذهب معه، كانت رؤية غير مبشرة لأنها تعني وفاتها في القريب، والله وحده أعلى وأعلم. والأب المتوفي في المنام للبنت العزباء: إذا رأت الفتاة العزباء والدها المتوفي يقدم لها هدية، كان بشارة لها على قرب خطبتها أو قرب زواجها إذا كانت مخطوبة بالفعل. والأب المتوفي في منام المتزوجة: تعيد الرؤية من الرؤية السعيدة لأنها مبشرة للمرأة بصلاح الأحوال والسعادة في حياتها. إذا كان الأب بالفعل متوفي ورأته الإبنة يعطيها ثياب، كان بشارة لها إنها ستحمل قريبا. والمرأة الحامل لو رأت أبيها المتوفي، تحمل الرؤية البشارة والخير للمرأة الحامل عند رؤيتها لوالدها المتوفي في المنام. كما تفسير الرؤية على حصول المرأة الحامل على خير ورزق كثير في حياتها: إذا رأت المرأة الحامل أنها تأخذ هدية من والدها المتوفي، كان ذلك بشارة على تيسير الولادة لها، كما تدل على صلاح ذريتها. والأب المتوفي في منام الرجل: رؤية الأب المتوفي بالفعل في المنام وهو يتحدث مع الرأي،
الرئي إشارة لتسكير الرئي سواء ذكر أو أنثى بتحمي الاهتمام بصلة الرحم. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية الأب المتوفي والأب الحي في المنام وكل دلالات رؤية الأب في المنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الأب في المنام. السلام عليكم، وأتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.